ونبدأ الإصحاح الأولاني بعد ما سمعنا المقدمة. بيقول الله: بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. زي ما شرحنا في مقدمة الرسالة من كلمات ذهبي الفم، أنه بداية مختلفة عن بداية القديس بولس، لأنه بيخاطب الفكر العبراني، ولأن بولس مش محبوب فمش عاوز يبتدي الرسالة باسمه هو، لأن عادة اليهود يحبوا يبتدوا بلفظ الله نفسه، ولأنه الأساس أنه هيركز على إيمانهم بالمسيح، أنه ده المسيح الصحيح، ده المسيح المنتظر، ده ابن الله الحقيقي، وأن إيمانكم مظبوط فما ترجعوش عنه بعد ما دخلتم نعمة العهد الجديد. فيقول: حقا حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة. ده تعبير من روما. هذا تحديدا ما يشير إليه الرسول بولس هنا في الافتتاحية، وهو يكتب للعبرانيين لأن هؤلاء الذين كانوا متعبين ومعذبين من جراء النكبات وحكموا على الأمور من منطلق أنهم دائما ما يتعرضوا لكوارث، كان من الطبيعة أن يعتبروا أنفسهم أدنى من غيرهم. يعني ليه بولس ابتدى بحكاية الله كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق شتى، وبيكلم فئة مطحونة مذلولة من اليهود المتنصرين المؤمنين، من اليهود اللي تعبانين قوي بسبب الضغط والضيقات، فعاوز يفرحهم أنه أنتوا أولاد الأنبياء والأباء الكبار اللي ربنا اختصهم بالكلام، فأنتوا مش أقل من حد. مش معنى الضغط اللي عليكم أن أنتوا يعني ناس قليلين ولا وحشين. فبيقول: كان من الطبيعي أن يعتبروا أنفسهم بسبب الضيقات أدنى من غيرهم، لذلك يوضح بهذا الكلام أنهم تمتعوا بنعمة أعظم جدا وأسمى بكثير، مسترعيا انتباه المستمع منذ بداية حديثه. يبقى المقدمة دي بتديهم كده إحساس بالفخر، إحنا أولاد الأنبياء والأباء، فده امتياز لينا أن ربنا كلمنا من خلال الأباء والأنبياء بأنواع وطرق شتى. لماذا لم يضع نفسه في عداد الأنبياء؟ ذهبي الفم كتير ما يسأل ويجاوب عشان نكتشف ما وراء الآيات. هو بولس نفسه يعتبر رسول طبعا، وهو حامل كلمة الله، إنما بيقول كلمنا كلم الآباء بالأنبياء، هو ما اعتبرش نفسه من ضمنهم، وإن كان بالطبع هو أعظم بكثير منهم. ذهبي الفم بيقول ده بولس ده يعني أكتر من الأنبياء بقدر ما تعهد بمسؤوليات أعظم، لأنه كمبشر العهد الجديد ده خد مسؤولية أكبر من الأنبياء. إلا أنه لم يفعل هذا. لماذا إذن؟ أولا لأنه يتجنب أن يمجد ذاته بكلام فائق، ومش عاوز يقول ربنا بيكلمكم بينا الأنبياء وهو يعني، لا، هو ما حطش نفسه في المشهد لأنه يتجنب الافتخار. ثانيا لأن المستمعين لم يكونوا بعد كاملين، يعني اللي هيستقبلوا الرسالة لا، هما لسه مش مقدرين بولس برضه. ثالثا لأنه أراد أن يسمو بهم أكثر وأن يبين عظمة الامتياز، أي امتياز النعمة، كما لو كان يقول: ما الأهمية في أن الله أرسل الأنبياء لأبائنا؟ فهو قد أرسل لنا بالأولى ابنه الوحيد الجنس ذاته. يبقى هو عاوز يقول يعني حاجة حلوة قوي إن احنا نكون أولاد الأباء اللي الأنبياء بشروهم، بس الأحلى والأحلى إن احنا نكون في الجيل اللي المسيح بنفسه جه، إلهنا تجسد وكلمنا بذاته، فإحنا في الجيل يعني الإيه المنعم عليه بالامتياز الكبير ده.